البداية مشاهدينا من أخبار كرة القدم، وهاليومين الماضيين كان في كتير أحداث صارت على مستوى العالم رياضيا. طبعا إيدن هازارد قائد المنتخب البلجيكي ونجم نادي تشيلسي الإنجليزي كان أول لاعب ظهر بلقاء تلفزيوني رياضي بتقنية الهولوغرام. هالتقنية اللي هي عبارة عن مجسم بصورة ثلاثية الأبعاد بالاعتماد على الليزر، بتتيح للمشاهد رؤية اللاعب أو الضيف عبر الاستوديو وهو قاعد مع المذيع، بينما هو بيكون بمكان ببلد تاني أو حتى بمكان مختلف تماما، بس ولكن نحن بنشوفه كأنه قاعد وموجود حي قدام الضيف. فطبعا انتشر فيديو كتير على السوشيال ميديا. خلينا نشوف أول ونتذكر أول فيديو ظهر فيه لأول لاعب ظهر بهالتقنية خلال مونديال روسيا 2018، ونرجع نشوف مين اللاعب يلي ظهر أيضا بهالتقنية من جديد خلال اليومين الماضيين. خلينا نتابع. C'est rare, honnêtement c'est rare. Si on devait encore jouer 5-10 minutes, je pense que j'allais demander au coach de sortir. Parce que non, là je sens les mollets, ça fait un peu mal. Mais voilà, on va bien se reposer et j'espère que dans quelques jours on sera prêt. Parlez-nous de cette tactique qui a surpris tout le monde. Elle a été mise au point comment et depuis quand? On n'a pas eu le temps de travailler beaucoup parce qu'on s'est beaucoup reposé, ceux qui ont joué il y a 5 jours. بعد هازارد ما ظهر أي لاعب عالمي خلال هالتقنية، لأنه تقنية الهولوغرام بتكلف كتير مبالغ عالية لتنفيذها. وكان ثاني اللاعبين على مستوى العالم بيظهر بالهولوغرام هو اللاعب السوري جهاد الحسين، نجم فريق التعاون السعودي. جهاد ظهر بهالفيديو اللي حنشوفه وأيضا داخل استوديو بقناة دوري بلس بعد فوز فريقه التاريخي على نادي الهلال بخماسية نظيفة وتأهله لنهائي كأس الأمير محمد بن سلمان. خلينا نشوف هالفيديو اللي انتشر على السوشيال ميديا بتواجد هذا اللاعب داخل استوديو وهو بالأصل منو موجود. خلينا نتابع. بروحه وإن شاء الله هو طبعا جسده موجود في ملعب جامعة الملك سعود. ألف مبروك كابتن جهاد، هذا التأهل الكبير وهذه النتيجة العريضة. الله يبارك فيك. أكيد الحمد لله رب العالمين. نتيجة مميزة لنادي التعاون، قدم الدوري السعودي. طبعا هذه التقنية تم تطبيقها في كأس العالم مع إيدن هازارد، أول لاعب وأنت ثاني لاعب في العالم وأول لاعب في الوطن العربي يشاركنا في الاستوديو التحليل من خلال الهولوغرام، ومعنا اخوانك. سلم عليك كابتن. شايف اليد مدي هناك، اول شيء بقول لك مبروك. سلم. مد يمينك. مد يدك اليمين واقول لك الف مبروك. الف مبروك.